أحباتي في الله، السلام عليكم. حطيت لكم الموضوع للنقاش مع ليلى من مكسيكو وأمريكا. الجزء الثاني الموضوع على المكسيك، وشكرا لكم. الأطباء إنها أسبطار المستشفيات حكومي ماشي بالحكومة. هنا اللي عندنا واحد بالعادية البلان على حسب لا سوتياسيون ديالك، يعني عندنا بلا يعني عندنا بزاف ديال البروغرام، عندنا بزاف ديال كيفاش يوظفوا على حسب المدخول ديالك، او ما تخلوش الناس هنا بدون ما يتعالج. ضروري ما تعطيو واحد الكارطة على حسب المدخول ديالك، وعلى حسب شنو بغيتي تشري في البلان اللي الا ما كانش عندك على طريقه الخدمه ديالك، او لا عندك انت بيزنس، او لا يملكين تري هاوسز، يعني عندك بيوت، ثلاثه بيوت، ما يمكنش يعطوك البلان فابور. لازمك ما غتخلص تشري الهالت، تشري الصحه باش تعالجي بها. واخا يكونش بنادم مريض لازمو ما يشوف الدكتور، هذا هو القانون في امريكا. دونك بالنسبه يعني بالنسبه للمكسيك الاثمنه، نجيكم الاثمنه كما قلت لكم رخيصه جدا، تاكسيات رخيصين جدا، يعني يتسرى بك ساعه يتشارج عليك 15 دولار. خذوها مني، يعني هي اقل من 100 درهم، يتسرى بك ساعه. بالنسبه لحنا غيديني للدار، من الدار البيضاء للرباط، يعني تاكسي غادي يديني من المطار نواصر للرباط، غادي يديني بواحد 1000 درهم. هذه عماين يعني ما تذكروش عليها 1000 درهم. اما في المكسيك يديك 15 دولار بالضبط. انا اللي خلصت من الاوتيل للمطار. بالنسبه تندوي لكم على الاثمنه هكا، بالنسبه للكرايم راه ما باقيش الكرايم اللي كنت نسمع اللي تقولوا عندهم جميع انواع الشرطه ديال الفيدرال، جميع الانواع ديال الشرطه، مسلحين و تلقيهم في اي بلا غير البلازا. بحال دابا حنا هنا راه كاينين الشرطه، انواع الشرطه، مسلحين، حامين، يعني حامين الناس، حامين الناس، سكان الناس او توريس، او بالخصوص المناطق اللي فيها سياحيه ولا سياحيه، الشرطه في كل مكان في المكسيك، في الصابويات. في اما بالنسبه للصابوي عندهم اكبر صابوي، اكبر من صابوي امريكان بالنسبه للديزاين جونيور اللي حطوا على ما فهمت. الصابوي يعني رائع، مميز، متقون. ديزاين جونيور عندهم واعرين في المكسيك، يقدروا يكونوا البويض اللي داروا هادوك المكسيك يمكن ما عرفتش بالضبط، ولكن تيولوا تيبقاو مكسيكيين وما صاروا مكسيكيين، انهم مكسيكيين. اللي ما عجبنيش فيهم هو ما اللي عندهم مراكز وعندهم دي بوست ما تيشتغلوش مع الشعب. بحال دابا انا اصلي مغربيه ولكن جنسيتي ثانيه امريكيه، لكن تنشتغل مع جميع، يشتغل معايا افريكان امريكان، يشتغل معايا سبانيش، يشتغل معايا الكوريان، يشتغل معايا الباكستانيان، يشتغل معايا اي واحد هنا سواء عنده الجرين كارد او سواء عنده الباسبور، يشتغل معايا الايريش، الطليان بالكثرة، كنا بنشتغلوا. اما في المكسيك اللي تنشوف اللي هما الهنود الحمر ناتيف مكسيكان، هما اللي بيشتغلوا في لي ريستوروات، في السوبر ماركت، او لا في اي شغل. ما تنشوفش الشقر او الزعر كما تنقولوا، او الشابين او الروبيوس اللي بيشتغلوا، هادوك دائما زي الامراء عندهم في البلد. هذا اللي غادي نقول مره اخرى، نكمل لكم تجربتي على المكسيك، شلا ما يتقال وشلا ما غادي نحط النقاط على الحروف ما بين المكسيك والمغرب. وتحركة بلد جميل، بلد كبير، على الأقل تخدموا عليها ولو يحطوا شوية، على الأقل الشعب بدأت يوعى، بدأت يحط
تعديلات في البلد وتم دروس. ما تنساوش الا ما كانش تعليم راه ما غاديش تنجح البلاد. المكسيك غادا تتنجح، وانا غندوي لكم في الموضوع الثاني اللي شحال واحد حاط البيزنس ديالو في المكسيك. المكسيك بلد مزيان اللي باغي يستمر يعني يدير فيها البيزنس ديالو. Thank you all. I love you all.